نرحب بضيف حلقتنا، ينضم إلينا الأستاذ محمد راجح عويس الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن عبر خدمة سكايب. سيد محمد راجح عويس مساء الخير. خطاب التنصيب كان خطاب مليء بالرسائل ومليء أيضا بالعواطف، ما أهم ما استوقفك في هذا الخطاب اليوم؟ يعني من واقع خبرتي في السياسة الأمريكية لا يستوقفني شيء أبدا. الآن أهم شيء هو ماذا الذي سيقوم به الرئيس الأمريكي. أفعال الرئيس الأمريكي هي التي ستتحدث أعلى بكثير مما قاله في الحملة الانتخابية ومما قاله في التنصيب، يعني في حفل التنصيب. نحن سمعنا كثير من الأمور من الرئيس ترامب، وفاجأنا أنه ديكتاتور من الدرجة الأولى وعدو للإسلام والمسلمين، عدو للعربي والمسلم المقيم في أمريكا. فلذلك يجب علينا ألا نطفو على شبر ماء الرئيس بايدن إلى أن نرى ماذا سيقوم به. لكن على كل حال هو هناك 17 يعني أمر رئاسي ستتخذ فور التنصيب، يفترض في أي لحظة قد يتخذها الرئيس بايدن. ولكن الحقيقة في خطاب التنصيب أيضا كان هناك رسائل على توحيد أمريكا، كان هناك رسائل حتى لمعارضيه، قال بأنه سيكون رئيس للجميع، تحدث على أن أمريكا كأمة تواجه الآن صعاب جمة ولكنها قادرة على تجاوزها. يعني الخطاب كان مؤثر للغاية، حتى الحاضرين كان واضح من لغة الجسد لديهم في ذلك. نعم، يؤثر على من كان هناك، ولكن هناك مقالة أو مقولة بالإنجليزي It takes two to tango، يعني نحن بحاجة لاثنين ليرقصوا مش واحد لوحده. فلذلك هناك 71 مليون أو 72 مليون ناخب أمريكي يميني متطرف صوتوا للرئيس ترامب، وما زالوا يعتقدون أن الرئيس ترامب سرقت منه الرئاسة. فلذلك يعني هو يريد أن يوحد، بل هل هم سيكونوا منفتحين على التوحد أو الوحدة مع مع اليسار مع الحزب الديمقراطي؟ لا أظن أنهم سيقبلون، وستكون يعني فترة رئاسته صعبة جدا، وستكون أيام عجاف في المستقبل، لأن الرئيس الأمريكي المعزول، دعني أقول المعزول ترامب، يعني هو عطل عمل كثير من الوزارات في الولايات المتحدة الأمريكية وأفرغها من محتواها. كان حكم ديكتاتوري يعني بالإنجليزي 101 من الدرجة الأولى. فلذلك يعني إعادة بناء المؤسسات الأمريكية سيستغرق وقت، وإعادة هيكلة السياسة الأمريكية إن كانت داخلية أو الخارجية سيستغرق كذلك وقت. يعني هو تحدث عن أنه سيكون شريك للأوروبيين بالمفاوضات مع الصين. الأوروبيين سبقوه ووقعوا اتفاقيات تجارية استراتيجية مع الصين، فلذلك هو يعني سيكون الضلع القاصر في هذه المعادلة. هو يعني أو وزير خارجيته أو المرشح لوزارة الخارجية الأمريكية قال أنه سيبقي على القدس عاصمة لدولة الاحتلال الكيان الصهيوني المحتل. سيسكتون عن كذلك اعتراف أمريكا بسيادة الكيان الصهيوني على مرتفعات الجولان. الرئيس الأمريكي بايدن كذلك سيسكت عن الضرائب التي فرضها الرئيس ترامب على البضائع الصينية التي تأتي من الصين 25%، وهذا يعطل الاقتصاد الأمريكي ويعطل يعني حرية التجارة، منظمة التجارة العالمية. يعني هناك سيكون قضايا كبيرة في منظمة التجارة العالمية من الصين ضد الولايات المتحدة الأمريكية، هناك منظمة الصحة العالمية كذلك، يعني هناك وباء يستشري في العالم ويأكل أمريكا، يحصد حسد 400 ألف من الأمريكيين بما فيهم والدي، يعني والدي توفي من شهر بالكورونا. فلذلك يعني الرئيس الأمريكي في العادة الرئيس يترك إرث، أنا برأيي الرئيس ترامب ترك روث لهذا الرئيس لينظفه، وستكون صعبة جدا. نعزيك على كل حال في وفاة الوالد ولو متأخرا، ولكن التركة بالتأكيد كما أشرت سيد عويس تركة ليست بسيطة ولا هينة، تركة ثقيلة. على كل حال الرئيس الجديد سارع إلى التغريد وكأنه الآن يحل محل الرئيس السابق في كل المواقع بما فيها في تويتر. غرد بايدن قائلا لا يوجد وقت
نضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها. لو أردنا أن نختصر في رؤوس أقلام هذه الملفات الحارقة أو هذه الأزمات التي يتحدث عنها، ما هي لو تكرمت؟ الملف الحارق والأكبر هو ملف الكورونا وملف الوفيات التي ترتفع يوميا وعملية توزيع اللقاح. فجاءه الرئيس، مثلا الرئيس ترامب، فجاءه وزير الصحة للرئيس ترامب الذي قال في البداية كانوا يتحدثون عن 100 مليون جرعة لقاح موجودة في المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وقبل خروجهم من البيت الأبيض بثلاثة أيام أعلنوا أنه لا يوجد أي مخزون. فلذلك يعني هذه كارثة. يعني أنا هي من المفارقات، واعذرني هنا على المقاطعة سيد عويس. نعم. يعني هناك مراقبين وكتاب كثر قالوا بأن كورونا كان هو رئيس الحملة الحقيقي لبايدن، ولولا كورونا ما كان ربما بايدن ليفوز في هذه الانتخابات، لكن الآن بعد الفوز باتت هي الملف الشائك في طريقه. لا أبدا، كان ليس فقط الكورونا، كذلك يعني تغول الشرطة الأمريكية بحق الأقليات من المسلمين والسود واللاتينو، هذا كذلك أثر كثيرا وأخرج الجميع، يعني أخرج المسلمون والأفارقة الأمريكيين واللاتينو والجميع. خرجنا من أجل دعم، ليس إحنا لم نكن ندعم بايدن، لكننا صوتنا ضد ترامب العنصري الذي يعني شرع كثير من الأمور، ومنها منع المواطنين الدول المسلمة، بعض المدن الدول المسلمة، منع أهلنا من زيارتنا في الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك يعني هناك أمور أخرى وقعها الرئيس الأمريكي تدخل في صلب الحريات يعني الدستورية للمواطن الأمريكي، هو سيقوم بها الرئيس بايدن، سيقوم بتوقيع يعني توقيع أوامر رئاسية اليوم، أظن أنه بدأ الآن بتوقيع. نعم، هذا 17 مرسوم، نعم، تتعلق بموضوع الجدار وتتعلق بالعلاقة مع منظمة الصحة العالمية والعلاقة مع حلف الناتو وغيرها، ربما العديد من هذه. نعم، هناك في اتفاقية أهم اتفاقية كانت في فترة حكم الرئيس أوباما هي TPP، وهي الترانس باسيفيك بارتنرشيب، يعني الشراكة عبر المحيط الهادئ، هذه التي كانوا يعني على قيد توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول حوض المحيط الباسيفيكي، ولكن قام الرئيس ترامب بالانسحاب منها وتعكير وتعطيل التوقيع عليها. هذه مهمة جدا، لأن علينا أن نتذكر أن ولاية كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة الأمريكية هي سادس أكبر اقتصاد في العالم، ولكن تأثرت كثيرا لأنه لا يوجد هناك اتفاق حقيقي يعطي البضائع الأمريكية يعني حرية نقلها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى منطقة البحر الباسيفيكي. نعم. وهناك منظمة التجارة العالمية كذلك، ووضع يعني وضع الضرائب الإضافية على البضائع، وكذلك علاقة أمريكا بحلف الناتو. يجب علينا أن نتذكر أن يعني حلف الناتو شبه معطل. صحيح. وعلاقة أمريكا مع حلف الناتو مهمة جدا، إذا لم تكن هناك علاقة قوية فسيكون الأوروبيون ضعفاء وستكون أمريكا غير محمية. يعني خط الدفاع الأول للولايات المتحدة الأمريكية كانت في أوروبا. نعم. لم تكن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، الآن وصل الخطر إلى أمريكا، وهناك خطر محدق بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو خطر اليمين الأمريكي العنصري المتطرف الذي يريد الانقلاب على الدستور وعلى القانون وعلى الديمقراطية من أجل إقصاء كل من هو ليس أبيض بروتستانتي أنجلو ساكسوني. نعم، دعنا نعطي أيضا الرئيس السابق حقه في هذا الحوار، ربما للمرة الأخيرة، الآن سيصبح التركيز مستقبلا على الرئيس الجديد. ماذا سيترسب في ذاكرة الأمريكيين والعالم من حقبة ترامب باعتقادك؟ الذي سيترسب هناك يعني موضوعين. الطرف اليميني الأمريكي العنصري المتطرف الذي نبشه ترامب من القبور وأخرجه إلى السطح، هذا سيعتبر وما زال يعتبر، وأنا أعرف الكثير منهم،
ما زالوا يعتبرون أن الرئيس ترامب هو كان مهديهم المنتظر، وهو الذي أعاد أمريكا للأمريكيين، والذي أعطى قوة دفع كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية. وهناك الطرف الآخر الذي فاز في الانتخابات، جماعة يعني بايدن ومن صوتوا لبايدن، وأنا واحد منهم، يعني نعتبر أنها كانت كارثة على أمريكا وعلى الإنسانية وعلى القضية الفلسطينية وعلى العرب والمسلمين وعلى الشعب السوري وعلى الشعب المصري، وجود الرئيس ترامب الذي قال أنه يحمي مؤخرات بعض الحكام العرب. فلذلك يعني سترى أن الموضوع سيكون مقسوم، يعني خلينا نقول 50 زائد 10، مش 50 زائد 1، لأن هناك 71 مليون واحد ما زالوا يؤمنون أن الرئيس ترامب هو يعني ظاهرة خارقة في العالم. وهذا الخطر الذي أنا برأيي يخيف الجميع ويخيفني أنا شخصيا، أن أمريكا ما زالت يعني الأساس العنصري الآن، أصبح هناك أساس عنصري قوي جدا ومسلح، بينما الطرف الآخر في هذا الديمقراطي غير مسلح وغير قادر حتى على المقاومة. هذا يدفعني ما حدث في الكونغرس بسرعة، ما حدث بالكونغرس، احتلوا الكونغرس بعصاي، لم يحتلوه حتى بسلاح، دخلوا الكونغرس واحتلوه. فلذلك هناك خطر على الولايات المتحدة الأمريكية ومستقبلها. هذا يدفعنا الحقيقة سيد عويس لسؤالنا التالي والأخير، على ذكر هذا اليمين المتصاعد الآن والذي رأى في ترامب ربما مهدي منتظر بين ظفرين أو خليفة لهذا التيار. الآن لا شك أن هذا التيار لم يمت ولن يموت، ولكن نتحدث عن ترامب شخصيا باعتقادك، هل هذه هي النهاية أم سيعود كما قال هو بنفسه اليوم بشكل أو بآخر، خصوصا في ظل التقارير التي تحدثت عن أن الرجل يفكر في تأسيس حزب جديد أسماه الحزب الوطني فيما يبدو؟ نعم، ولكن هذه أحلام يقظة، كثير قبله حاولوا إنشاء أحزاب أو حاولوا الانشقاق عن الحزب الجمهوري. هناك حزب الشاي بعد فشل جون ماكين وسيرا بيلن بالانتخابات الأمريكية، كان هناك حزب الشاي، حزب يميني متطرف، حتى ودخل كثير منهم إلى الكونغرس الأمريكي، ولكن لم ينجحوا بتركيز أسس لحزب قوي، حزب قادر على المنافسة في الانتخابات المحلية والفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه أحلام يقظة، هو يريد أن يثبت لنفسه أنه لم يهزم، ولكنه هزم و خرج من الولايات من واشنطن ومن ولايته، وهذه نهايته، مكسور الجناح، واليوم بإمكان اليوم يعني هذه الساعة بإمكان ولاية نيويورك التي وجهت له تهم بالفساد المالي وغسيل الأموال أن تلقي القبض عليه بدون أي حصانة، فلذلك فقد حصانه وحصانته. الأستاذ محمد راجح عويس الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من واشنطن، نشكرك جزيل الشكر.